توكل على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لطالما رافقنا صوته في أسفارنا وغشي الوقار ترديدنا لدعواته المغلفة بحنجرته الذهبية. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. إنه صوت الدكتور محمد أحمد الصباحي، صوت السعودية المسافر إلى العالم من خلال قراءته المميزة لدعاء السفر، فقد أصبح المسافرون ينتظرون فيها اللحظة التي يبدأ بها صوته في الدعاء ليرددوا معه آمين آمين وهم خاشعين مطمئنين. لطالما ارتبط صوته الرخيم بالأدعية والأذكار قبل بث الصلوات وبعدها من الحرم الشريف، ولطالما كانت السفرة الرمضانية لا يمكن أن تخلو من صوته العذب، وعشنا أجواء روحانية للحج من خلال انسياب صوته إلى أسماعنا. دعوناك يا رب بما علمتنا من أسمائك، فأنت من نستجير به من المحدقات، ونلوذ به في الملمات، ونضرع إليه في المشكلات. توكلنا عليك واعتصمنا بك. اللهم علمنا كيف نشكر لك، فكل عطية من سواك هباء، وكل منحة من غيرك زوال، وهل يمنح الزائل إلا ما يزول. الأعلامي والمذيع السعودي الدكتور محمد أحمد الصباحي، الذي يعتبر فخراً للمملكة العربية السعودية بتاريخ مشرف ومسيرة طويلة من الريادة والتميز في الإعلام، هو من أقدم وأبرز الشخصيات في الإذاعة، الذي شاهد النقلة التاريخية في تاريخ الإذاعة السعودية التي أطلقها الملك فيصل. ولد محمد الصباحي عام 1358 في مكة المكرمة، درس تعليمه المدرسي بداخل مكة المكرمة، ثم انتقل إلى الرياض لإكمال دراسته الجامعية، وبعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الماجستير، والدرجة التي حصل بها على الدكتوراه كانت بعنوان استخدام التلفزيون لتلبية الاحتياجات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ثم عاد إلى المملكة وتولى الدكتور محمد الصباحي أول منصب في وزارة الإعلام، وتوالت بعدها المناصب. يمتلك العديد من الإنجازات التي لا حصر لها في مجال الإعلام المرئي والمسموع، ولعل من أبرزها ما هو عليه اليوم من مكانة إعلامية كأمين عام لمنظمة اتحاد الإذاعات الإسلامية والملحق الإعلام السعودي في بريطانيا سابقاً. يا رب نسألك أن تطلع علينا شموس معرفتك، وأن تنور عقولنا بأنوار حكمتك، وتملأ قلوبنا بساطع محبتك. وسيبقى صوته مقراً وقراراً لأفئدة المسافرين، ودفئاً لابتهالات الداعيين يتردد على الأذان كل يوم. يا رب سبحانك ولك الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما فيهن، لك الحمد ولا معبود بحق إلا الله. اللهم يا حنان يا منان، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، أعن خادم الحرمين الشريفين على كل ما فيه خير البلاد والعباد، وسدد رأيه واشرح صدره. اللهم أطل وبارك في عمره،
ومتعه بدوام الصحة والعافية.